الخرطوم وبنتواصل معكم من استديوهاتنا عبر صباح الشروق، لكن خلينا نمشي لوحدة من الحاجات المهمة جدا والأكثر أهمية. حتكون معانا ضيفة داخل الاستوديو تحدثنا عنها أكثر، لكن خلونا نشوف التقرير التالي بيتكلم لنا عن ختان الإناث، مداره الصحية على الإناث، ومتين نحن نقدر نوقف العادات الضارة الممكن تحصل، نشوفها من خلال هذا التقرير ونرجع نستكمل فقراتنا. لاميون من أجل الأطفال في مناصرة ومناهضة قضايا الأطفال في تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للأنثى، بوجود عدد من الإعلاميين في الصحف والإذاعات المختلفة والقنوات، بوجود عدد من الإعلاميين والقانونيين رجال الدين حول هذا الموضوع، تقارير كثيرة ومحاور مختلفة، خليكم معنا. نشارك في هذه الورشة الغيمة، الورشة الليبية للإعلاميين حول دور الإعلام في ما يلي بثر وتشويه الأعضاء التناسلية ومناصرة المادة 141. لا شك أنه الإعلام يلعب دور كبير جدا في الجانب التوعوي، وهذه الورشة هي مواصلة لجهود منظمة الإعلاميون من الأطفال منذ أن كانت جمعية والآن توجت لجهودها وادوارها المتعاظمه اصبحت منظمه، وهذا يعني اصبح دفعه قويه لكل الاعلاميين المنضويين تحت هذه المنظمه لمواصله الجهد التوعوي والتثقيفي خاصه في ما يلي حمايه الفتيات من مضار واخطار البتر وتشويه الاعضاء التناسليه. نحن في اقليم النزرك يعني لدينا جهود متواصله مع شركائنا المنظمات الاخرى ومع المظله الوارفه مجلس رعايه الطفوله في مواصله التوعيه والتثقيف، لان تطبيق القانون ماده 141 تحتاج الى جهد اعلامي كبير خاصه في رفع الوعي المجتمعي. احنا مواصلين جهودنا الاعلاميه لانه في المناطق الطرفيه من السودان نلاقي انه الاعراف المجتمعيه والاعراف التقاليديه مؤثر اكبر. بالتالي احنا حنكثف جهودنا الاعلاميه اكثر في انه نعرف المجتمعات البسيطه والمجتمعات الريفية بأهمية هذه المادة لحماية الفتيات ونضمن استمراريتهم في الحياة. أيضا إحنا بنسمن شركائنا في الطفولة، دائما هم معنا رغم الظروف اللي بنمر بها الإقليم من أحداث وغيره. إحنا الآن تجاوزنا الأحداث الأخيرة في النزرك، ولا شك أن الأطفال هم كانوا أكثر ضرر، ولكن لدينا خطة طموحة في هذا العام في هذا المجال بث التشويه الاعضاء التناسليه. عندنا مبادرات مشتركه مع المجلس رعايه الطفوله، في مبادره اطلقتها منظمه بتاعتنا هي اعلاميون ضد العنف بكافه اشكاله، والختان هو واحد من اشكال العنف الموجوده، بالتالي احنا حنساهم في رفع الوعي المجتمعي لوقف العنف والانتهاكات اللي بتحصل للاطفال والطفلات بصوره اخص. ايضا في مبادره اطلقها مجلس رعايه الطفوله اللي هي ولدة سليمة. احنا حنكون في الجانب الإعلامي من البداية وحتى النهاية.
طبعا من المخاطرات والمضاعفات المعروفة لختان لتشويه وإزالة الأعضاء التناسلية للإناث بتبدأ من الأثر النفسي، الصدمة العصبية، الالتهاب الدموي، الالتهاب في الأعضاء التناسلية، التأثير على الحمل والولادة في المستقبل، التأثير على الحياة النفسية للبنت، ودي كلها آثار تمتد من هي عمرها 5 سنين لحد ما هي تموت ولا تنتهي بعمر معين، وكل فترة عمرية عندها مشاكل مع الختان. لا نستطيع أن نفرق بين الختان ده خفيف والختان ده سيء، كل أنواع الختان عندها مشاكل، وعندما يتم المنع نرجو أن يكون المنع لكل الأنواع وليس هناك نوع خفيف غير مضر، كل الأنواع مضرة وكل الأنواع تتفاوت هذه الأضرار وهذه المشاكل من نوع لنوع، ولكن كلها مضرة وكلها عندها مشاكل. دورة تدريبية الخاصة بنصر مناصرة قضية بتر وتشويه الأعضاء التناسلية، تلك القضية التي أرغت الجمعية خلال فترتها التي امتدت من 2002 حتى يومنا هذا. الجمعية خطت خطوات حساسة لإحساسها بأهمية الموضوع، ولدينا مكاتب خارج الخرطوم وهي المكاتب الفرعية التي يمثلها أعضاء العام في هذه الدورة. أيضا الجمعية غفزت غفزات على مستوى الإقليمية، ووقعنا مع منظمة الكوثر وهي منظمة تعنى بالترويج والمناصرة للرفض التام لكل ما يمارس على النساء في الوطن العربي والإفريقي، مغرها تونس. أيضا هذه الشراكة ما بيننا تعمل في مجال المناصرة، السودان وجيبوتي ومصر وبعض وسيبيا والعديد من البلدان الأفريقية ما زالت هذه العادة تمارس وما زالت تؤرق العقائمين على أمرها. الإعلام له دوره في الترويج والمناصرة لقضية بتر وتشويه الأعضاء التناسلية. سعداء جدا بأن نكون جزء من هذه الحملة التي تعمل على تمليك الرأي العام معلومات تتعلق بصحة المرأة النفسية والجسدية والصحية. شكرا لكم، ونتمنى أن نلتقي في قناة الشروق به مواقف أخرى وقضايا أخرى لها جانب مهم جدا كالذي نحن الآن بصدده. اهلا وسهلا بكم من جديد كل الناس اللي بتتابعنا واتبعت معنا التقرير اللي احنا شفناه الان، بيتكلم لنا عن واحده من المشاكل اللي عندها اضرار نفسيه كثيره جدا وكبيره على السيدات تحديدا. محاربتها اخذت من الناس سنين،
ولسه متواصلين في محاربة ختان الإناث. خلينا نشوف على وجه الخصوص شكل المحاربة كيف وشكل التوعية بيتم كيف من خلال ولايات السودان المختلفة وللسودان كأجمع. سعيدين أنه تكون معنا الأستاذة ابتسام مهدي نائب رئيس منظمة إعلاميون من أجل الأطفال ولاية جنوب دارفور. ابتسام أهلا بك وصباح الخير عليك. صباح النور أنسام، صباح الخير على كل ناس الشروق جميلة. يعني الغانا اللي عندها جمهور عالي محافظة على المستوى الجيد في طرحها للقضايا، يعني سعيدة جدا بك. احنا سعيدين انه ابتسام تكوني معنا. وخلينا نشوف ختان الإناث والمخاطر والتوعية الإعلامية اللي انتم بتقوموا بها. طيب يا أنسام، انت ذكرتي في البداية والتقرير يتكلم، لكن رغم الجهود الكبيرة والجبارة والناس قاعدة تشتغل توعية وتثقيف، لكن لسه نحن عندنا فهم انه لازم البدي تتطهر يعني. فدي واحده من الحاجات. لكن احنا على مستوى جنوب دارفور اشتغلنا توعيه، اشتغلنا برامج كبيره وسليمه. ده كان طبعا مشروع قومي، مبادره قوميه نزلت على كل الولايات وتطبقت. ويمكن من الحاجات الحوافز اللي اشتغلت في موضوع سليمه دي نجحت، يعني في اسر فاهمه، في اسر واعيه. صحيح. لكن احنا عندنا هاجس بس المحليات ممكن تكون ديل طبعا لسه مصرين انه لازم البيت تتطهر ولازم يحصل ختان ولازم كده. فهسي حتى نحن على مستوى الولايه العبارات دي بدات تنتهي يعني، تختفي. يقول لك ايوه يعني. ابتسام، ممكن تكون من الحاجات اللي انتم بتعانوا منها، لو نحن حاولنا نحارب الختان بشكله العادي فبنلقى التوعيه بتكون دائما في الولايات الكبيره، لكن بنلقى في قرى صغيره جدا في ناس بيسكنوا في الريف في اماكن غد ما يكون في جزء من التوعيه. بتقدروا تصلوا للناس دي من خلال المنظمه عشان هم الاكثر تقريبا، الناس اللي هم الاكثر تطبيقا وبيطبقوا الحاجات دي. احنا بننزل على ارض الواقع. راديو المجتمع اشتغل معنا كويس، يونيسيف لانه ده تخصصه في مجال الاطفال، جزء من منظمات المجتمع المدني شغاله معنا في الموضوع برضو بتاع يعني المحاربه بتاع ختان الإناث. لكن عشان تمشي لشيخ في غرية وتقول له وتتكلم مع القابلة، فده بيحتاج منك برضو مجهود، منه لازم تجيبوا القابلات كلهم وتتكلم معاهم وتوصل رسالتك. ويا جماعة الختان ده عنده أضرار، ممكن تحصل تعسر بتاع ولادة، ممكن تموت، لانه اصلا طبعا القابلات ده مشروع بتاع قروش يعني، ده فيه قروش. أيوة. فهم بيحسوا انه الموضوع اللي انتم بتتكلموا عنه ده ما راكب راسهم او ما بيقدر يستوعبوه. انتم يعني انا من الحاجات اللي حصلت لي يا سام في زول قال لي انتم ده تغيروا فهمنا في بناتنا في اولادنا، انتم منو يعني؟ شفتي النبره دي؟ ايوه نظام مرات يعني دي عاداتنا وتقاليدنا، انتم كيف تجوا؟ ايوه، فانتم ما تاثروا على بناتنا بالفهم ده وكذا وكذا. لكن برضه الناس بتشتغل في شنو؟ في الادارات الاهليه عندها دور، وزي ما انا قلت لك المناطق الاكثر هشاشه احنا مستهدفينها اكثر. أيوة بالضبط كده. طيب بما انه انت ذكرتي انهم هم دي حاجه دخيل عليهم ودارين تسيطروا في اولادهم وفي في بناتهم، انتوا حاولتوا تكلموا البنات نفسهم، توعوا البيت نفسها انه انت اذا حاولوا مثلا يجيبوكي ويقصبوكي ما عندهم القصبه مثلا، صح؟ انه الاجبار يجبروها. البنات المدارس توعى على نطاق البنات نفسهم الصغار دي، اذا الناس دخلوا جواهم انه احساس الخوف والهلع من الحاجه دي غد يرفضوا. اللي هو ده عملنا فيه الجلسات بتاعت المصالحه كده مع الامهات والبنات وكده، فكان جلسات خاصه بالبنات والامهات استوعبوا يعني. بقول لك حتى شوفي نحن جبنا نماذج لشنو يا جماعه، من اخطر الحاجات اللي بتحصل لك الناسور البولي ده، احنا عندنا له بنسب عاليه طبعا، ودي من مخاطر الولاده المبكره والطهور. صحيح. والحاجات دي الختان يعني. فبعد ذاك استوعبوا يا جماعه كلكم، اغلب مناطقنا عندها ناسور بولي، وكل سنه مثلا بيتعرضوا ما بين 6 ل 8 واحدة عندها ناسور بولي. لا حول الله. فأيوة يعني بعد ذاك فهموا شوية إنه موضوع الختان دي بيعمل لك ناسور بولي، ودي من الأمراض اللي ممكن راجلك هم ما دايري تبقى لك وصمة في إنه أنت ما تكوني مقبولة. يعني أول ما تجي داخلة على المجتمع بيقولوا مثلا دي عندها مثلا ناسور بولي وكذا. فالحاجة دي ده الجانب اللي اشتغلنا فيه، وصراحة في مناطق هشة يعني. حسيت انه هم محتاجين للجانب الحسي زيادة، انه الناس دي محتاجين التوعية بطرق مختلفة، كل زول عنده لغته. أيوة. اللي بيقدر من خلال إعلاميون من أجل الأطفال تحديدا، وفي موضوع الختان بالتحديد التوعية كان شكلها مختلف. حسيتوا انه كل ناس عندهم طريقة بتاعت كلام وتفكير لازم توصلها لهم. احنا مع قبائل مختلفة، سحنات وقبائل ومجتمع، وبتختلف من منطقة لثانية، وبتختلف يعني حتى المناطق القريبة لنيالا
مجتمع واعي شوية، لكن في مناطق بعيدة شوية دي عشان تأثر في شيخ الخلوة وشيخ الغرية وعشان القابلة ذاته بتاعت حبل ما بكون عندها أدنى مغومات إنها تكون حتى معسكرات النازحين. أستاذ ابتسام قدرتوا تصلوا معسكرات النازحين؟ أنا الأسبوع الفاتي أصاب كنت في معسكر كلمة النازحين، مش لأنه إعلامي من أجل الأطفال، لكن مشينا في معسكر كلمة من المعسكرات الكبيرة على مستوى السودان. طيب. وقفنا في قضايا الأطفال لأنه كانت المشكلة بتاع شرقي نيالة بليل في أطفال يعني ماتوا جراء الأحداث اللي كانت في بليل، كان في عوامل نفسية كده يعني الأطفال في المناطق، فمشينا وقفنا فيهم. لكن أنا ما أعرف، ما أقدر أقول لك نحن في معسكر كلمة حسينا براحة ما عادية. يا سلام. يعني ناس معسكر كلمة ناس فاهمين شديد، استوعبوا الحاجات اللي انتم جايين لها واستوعبوا مخاطر، متعاونين مع المنظمات اللي بتدخل المعسكر وكده، متعودين. ايوه على جانب اخر استاذ ابتسام، خلينا نشوف بما انه بيكون في توعيه اذا كان للامهات للاسر للشيوخ الناس اللي موجودين في الـ في الـ في الولايات المختلفه، القابلات ذات نفسهم هل في رقابه لهم؟ هل في قانون بيلزم القابلة دي في إنها تتوقف من العمل أو يخصم منها أو يشيلوا شنطتها زي ما بيقول؟ شنو الممكن يحصل؟ شوفي، ما في عقوبة صراحة، ما في عقوبة؟ يعني المادة 141 لسه إحنا جايين عشان نناصر في المادة 141 دي، اللي هو أي زول بدأ يجرم أو بدأ يعتدي على واحدة من الطفلات ويحصل بدري لأي جزء من أجزاء الأنثى التناسلية لازم يتعرض يعني إذا كانت قابلة حيشيلوا منها شنطتها، وإذا كان دكتور حياخدوا منه الرخصة بتاعته. فالقانون ده نحن قاعدين نناصره في إنه والله يطبق على الولايات، لكن لسه ما تطبق على أرض الواقع؟ لا أبدا، جزء من جزء للأسف. ما هو أقول لك كيف أنسى، أما أنت بتطبق في حال شنو؟ في حال إنه الأسرة تكون يعني فاهمة المسألة دي تكاملية، الأسرة، الدولة، المجتمع، نحن كده. صحيح. الأدوار صحيح. دي متكاملة مع بعض، لكن في مرات ناس يعني بيعملوا شنو؟ بيعملوا بيجيبوا بيحننوا البيت وبلبسوها حلو، بيعملوا الحياة الطبيعية، بيطبحوا لبناتهم. الطقوس كلها بدون ما يكون في ختان. بس. يا سلام. يعني دي الحياة الكويسة اللي قاعدة تحصل يعني. بعد ذاك شنو؟ حبوبة عندها دور. حبوبة طبعا مؤثرة في الأسرة بتأثير عجيب. طبعا مسيطرة يعني الحبوبة شديد. فبيقول لك أنا لازم يحصل، يعني لازم يحصل ختان، لازم كده لازم. عشان كده احنا محتاجين نبقى الحبوبة دي هي المحتاجين نوصل لها، فاهم انه الحبوبات ختان وأضرار. لاحظتي هسه الحبوبات دي فاهمات شديد، يعني في أعمار صغيرة بيقوا حبوبات. صحيح. فبيلعبوا دور، بيساهموا معانا كده بالتوعية بالكلام. بنلقى يا ابتسام في الاحياء وفي المناطق اذا في بيت عايزين يختنوها بتلقي حتى الجار القريب ممكن تقول لهم والله انا بكلم لكم الشرطه. أيوة. يبقى معناها أيوة. هنا الجهات الرسميه عندها دور في انه يوقفوا الحاجه دي، او انكم انتم عندكم شراكه او تواصل معاها اذا حدث اي حاجه بلغوكم تبلغونا عشان احنا نقدر نحن وانتم نوعي مع بعض ونوقف الجريمه. والله شوفي، الدولة في جنوب دارفور تحديدا يعني ما بس في الموضوع بتاع ختان اللي نازلة، يعني احنا متضامنين معانا بشكل كبير كل قضايا الاطفال، يعني سبب بتاعت الاغتصاب، بتاع الاعتداء الجنسي، غير من القضايا بتاعت الاطفال. جميل. الدولة واقفة معانا، والنيابة الطفل، وعندنا نيابة قوية، وعندنا محكمة قوية جدا في المسألة بتاعت العقوبة، يعني عرفتي؟ رغم انه في تزايد بالمناسبة. الأطفال محتاجين مننا كثير، ومحتاجين انه نحن نديهم الخطوات الأساسية في السلم عشان ما يمشوا عليها صح إذا هم مشوا خطأ، فبالتالي بتبقى كارثة. لكن المجهود اللي أنتم بتقوموا به من خلال إعلامي من أجل الأطفال مجهود جبار. في شراكات مع منظمات أخرى ممكن تكون داعمة للمشروع؟ منظمات اليونيسيف، ونحن علاقتنا حلوه جدا بمجلس رعايه الطفوله كاعلاميين من اجل الاطفال في الولايه. جميل. بنشتغل معاهم في خط الورش والدورات التدريبيه والتوعيه بالمخاطر الصحيه والنفسيه والجسديه لختان الاناث، فشغالين معاهم كويس يعني. دي حاجه كويسه. اذا انت تابعتي من خلال متابعاتك ابتسام لولايه جنوب دارفور وموضوع الختان تحديدا، حسيتي انه في استجابه؟ حسيتي انه انت والله ماشيه بنسبه كويسه جدا بتشجعك انك تواصلي في الموضوع بنسبه اكبر ويكون في تشجيع؟ والله الحمد لله ماشي كويس صراحه لحد اللحظه دي، يعني احنا اللهجات المحليه اثرت. جميل. البرامج التوعويه، الحوارات المجتمعيه، الكلام في الاذاعه، وبنجيب الدكاتره والاختصاصيين والمعالج النفسي
يعني المبادرات ذاتها وجد حظها. احنا قاعدين مبادره كبيره جدا اسمها نبذ الكراهيه. يا سلام. فالحمد لله يعني في نيالة في داخل المدينه ما بتحسي انه في اختارنا صراحه، ما بتكون يعني ما بتكون ظهر، قلت شديد يعني. يا سلام. ودين ده اللي يدل على انسان نيالة البحير ارض غرب الجبال انهم ناس مثقفين جدا واعين وقادرين انهم يستوعبوا تماما. شاكره ومقدره لك. الله يديك العافيه يا رب. شكرا لك يا ابتسام وشكرا لكم ناس الشروق. شكرا جزيلا استاذه ابتسام مهدي، نائب رئيس منظمه اعلاميون من اجل الاطفال ولايه جنوب دارفور.